رئيس السيسي يصطحب ولي عهد أبو ظبي في جولة تفقدية بمدينة العالمين الجديدة. مجلس الأمن يتبنى بالإجماع مشروع قرار ضد تمويل الإرهاب. روسيا تتهم الولايات المتحدة بتعمد إثارة الفوضى لتفكيك فنزويلا. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز. بداية هذه النشرة مع لما جبريل. إليك لما. أشكرك دينا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية من العلاقات المصرية الإماراتية. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي وبصحبته ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان جولة في مدينة العالمين الجديدة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الجولة شملت تفقد الأعمال الإنشائية في المدينة، فضلا عن ميناء عالمي لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية ومتحف العالمين العسكري. وأضاف راضي أن بن زايد أعرب عن إعجابه بما شهده خلال زيارة من إنجازات تحققت خلال فترة زمنية قياسية، وما تضمه المدينة الجديدة من مشروعات تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، مشيدا في هذا الإطار برؤية العصرية لبناء المدينة ضمن سلسلة المدن الجديدة الجاري بناؤها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتي ستساهم في تحقيق طفرة تنموية وإدارية وتعد أساسا قويا لبناء مصر الحديثة. أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن مصر تمضي بثبات نحو مزيد من التنمية والازدهار. وفي تغريدة له على تويتر قال ولي عهد أبو ظبي أنه اطلع خلال زيارته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العالمين الجديدة على المشاريع السياحية والمباني والمرافق الحكومية قيد الإنشاء. We'll be right back.
رحب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بالاستماع لرؤساء الأحزاب وتنسيقية شباب الأحزاب خلال الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي، مشددا على الحرص على سلامة الإجراءات وكذلك الحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات. في رابع جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها البرلمان لمناقشة التعديلات المقترحة على الدستور، رحب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بالأحزاب السياسية المشاركة، كما رحب أيضا بشباب الأحزاب وأكد على أهمية وجهات نظرهم. يسعدني في هذه الجلسة أن أرحب برؤساء الأحزاب السياسية وقادتها الذين لبوا دعوة مجلس النواب، كما يسعدني وبوجه خاص أن أرحب ولأول مرة بشباب الأحزاب السياسية الذين يشرفون بالحضور من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة السيد النائب الشاب طارق الخولي. هؤلاء الشباب هم نصف هذا الحاضر وكل المستقبل، وكل ما يجري داخل مجلس النواب لصالح ولمصلحة هؤلاء الشباب وشباب مصر في مجموعه. الإخوة الكرام، كما تعلمون حضراتكم جميعا إن تعديل الدستور محكوم بإجراءات دستورية ولائحية. الإجراءات الدستورية وضعت أسسها وقواعدها المادة 226 من الدستور. تعديل الدستوري هو أهم عمل داخل الدولة. القانون الأساسي القانون الأب لكل القوانين الأخرى. لذلك فإن مجلس النواب حريص كل الحرص بأن تأتي هذه التعديلات متفقة في مضمونها وفي شكلها مع المادة 226 من الدستور. أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن التعديلات الدستورية المقترحة لم تتعرض لتعديل الهيكل أو النظام الاقتصادي في مصر. وخلال كلمته في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي حول التعديلات، أشار عبد العال إلى أن الحوار المجتمعي يدور بلا سقف ولا حدود لإبداء الرأي، لافتا إلى أن كل تحرك على المستوى السياسي يؤدي إلى استقرار البلاد. قال عبد العال إن أبواب الحوار المجتمعي بمجلس النواب مفتوحة وشفافة لجميع شرائح المجتمع، معلنا أنه ليس هناك صياغات نهائية للتعديلات حتى هذه اللحظة، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تحدد حتى الآن موعد الاستفتاء على تعديل الدستور. قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إن الغرف التجارية جميعها على قلب رجل واحد مع التعديلات الدستورية المقترحة. وخلال كلمته في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي حول التعديلات، أشار الوكيل إلى أن الاتحاد تواصل مع الغرف التجارية والشعب العامة في كافة ربوع مصر وأبدوا جميعا موافقتهم عليها، مقترحا في السياق ذاته أن تكون المواد 102 و243 و244 لفترة انتقالية أخرى لإعطاء فرصة لكوادر متميزة. أبدى رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي الموافقة على أغلب التعديلات الدستورية المقترحة، وخلال كلمته في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي حول التعديلات أشار إلى أن الاتحاد لديه بعض الملاحظات، مقترحا أن تكون كوتة المرأة لمدة دورتين متتاليتين فقط، وأن يكون 50% منهن تحت سن 35، فضلا عن المطالبة بأن يتم تقليص عدد أعضاء مجلس الشيوخ المقترح وأن يتم تحديد صلاحياته واختصاصاته بصورة واضحة.
أكد رئيس البورصة محمد فريد أن أسواق رأس المال ستتأثر إيجابيا بالتعديلات الدستورية المقترحة. وخلال جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات، أعلن فريد تأييد العاملين في قطاع سوق المال للتعديلات، لافتا إلى أن مصر تشهد ولأول مرة استقرارا في السياسة الاقتصادية للدولة على مدى 4 سنوات ماضية. ولفت رئيس البورصة إلى أن مواد التمثيل النسبي تدعم استدامة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة تحديد صلاحيات مجلس الشيوخ. أعرب رئيس اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف عن تأييد الاتحاد للتعديلات الدستورية المقترحة لأنها توفر الاستقرار الذي يدعم بدوره صناعة السياحة، مقترحا وضع اختصاصات اقتصادية لمجلس الشيوخ. من جانبه أكد رئيس بنك مصر محمد الإتريبي أن الاقتصاد المصري يشهد تطورا إيجابيا بشهادة المؤسسات العالمية، فيما طلب مجلس إدارة اتحاد الصناعات بتخصيص مادة لإتاحة أفضلية للمنتج المحلي، كما أبدى ممثلو غرفة صناعة الطباعة وغرفة صناعة الملابس الجاهزة تأييدهم للتعديلات في ظل حجم المشروعات المنفذة ومردودها الإيجابي. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، واستمع لشرح مفصل من مسؤولي المستشفى حول الإمكانات والأجهزة الطبية المتوفرة، حيث أشارت وزيرة الصحة هالة زايد إلى أن المستشفى يعد من المستشفيات النموذجية بالمحافظة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير كافة المستشفيات ليتسنى للمواطنين الحصول على أفضل خدمة صحية ممكنة. كما زار مدبولي محلق القطن بالفيوم لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذه، مؤكدا ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطوير الخاصة بمحالج الأقطان. وخلال جولته التفقدية زار رئيس الوزراء كذلك مدرسة الفيوم الثانوية بنات، وأجرى حوارا مفتوحا مع طالبات الصف الأول الثانوية، مؤكدا أن النظام الجديد يشجع على التفكير والابتكار والإبداع. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد عن الانتهاء من مسح 14.5 مليون مواطن بالمحافظات السبع بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة، وذلك منذ الأول من الشهر الحالي وحتى أمس. وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من المبادرة وصل إلى 45.5 مليون مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته. وقالت الوزارة أنه من أجل وصول خدمات الحملة الرئاسية لشرائح المجتمع كافة، فإنه سيتم إنشاء مركز اتصال لتلقي مكالمات ضعاف السمع والنطق عن طريق الفيديو كول لتعريفهم بخدمات المبادرة وتوجيههم لتلقي التقييم والعلاج.
أعلنت وزارة الداخلية أن ضرباتها الأمنية الناجحة التي استمرت على مدى 3 أشهر بمنطقة السحر والجمال بطريق القاهرة الإسماعيلية أسفرت عن ضبط 171 قضية بإجمالي 199 عنصر شديد الخطورة لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم غير المشروع ومواد مخدرة بقصد الإتجار، بالإضافة إلى مقتل 7 عناصر إجرامية خلال تبادل لإطلاق نيران مع القوات. استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا وفدا سياحيا متعدد الجنسيات يضم زائرين من ألمانيا وإيطاليا والبرازيل قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة. وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أهمية القطاع السياحي في مصر، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة في المحافظة. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا إلى تونس، وذلك للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن الاجتماع سيشهد مناقشة مسائل التعاون العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية المختلفة، وذلك تحضيرا لانعقاد دورة العادية 30 للقمة العربية والمقررة في 31 من مارس الجاري. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تم التوصل إلى صيغة مشروع قرار سيعرض على القمة العربية بشأن تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الصيغة تتضمن الموافقة على تزامن انعقاد القمتين مرة كل 4 أعوام. وقال أبو الغيط خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة في دورتها العادية 30 بتونس، قال إن استئناف عقد القمم التنموية ضمن منظومة العمل العربي المشترك بعد 6 سنوات من الانقطاع يدل على أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات التي تواجه العالم العربي ذات طبيعة مركبة ويجب مواجهتها بمجموعة من سياسات تمزج بين الأدوات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية. قال سفير موريتانيا بالقاهرة ودادي ويلسيدي هيبة في تصريحات لأكسترا نيوز إن قمة تونس ستتخذ قرارا بتفعيل إقامة القمة العربية الاقتصادية والتنموية بصفة دورية كل 4 سنوات على أن تتزامن في السنة الرابعة مع القمة العربية العادية. المهم الآن أن قمة تونس ستتخذ قرار بتزامن القمتين العادية والاقتصادية بعد قمة واليبو 2023، بمعنى أنه ابتداء من 2027 ستكون هنالك قمة عادية بالتزامن مع القمة الاقتصادية والتنموية، ويستمر الوضع هكذا. تستمر القمة العادية كل سنة في مارس، ولكن من كل 4 سنوات تتزامن بحيث يفرد القادة يوم للقمة العادية ويوم للقمة الاقتصادية. فهذا قرار هام، وأعتقد أن وجود القادة في يومين بحيث يفردوا يوم للقضايا السياسية ويوم للقضايا الاقتصادية، هذا سيعطي دفع كبير للعمل العربي المشترك بشكل عام لشقيه السياسي والاقتصادي. قال السفير التونسي بالقاهرة نجيب المنيف لإكسترا نيوز إنه تم خلال اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية مناقشة أولويات العمل العربي، وخاصة دعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في إقامة دولته المستقلة. اجتماع ساده الحق روح إيجابية جدا من قبل الدول الأعضاء وروح بناءة تم خلاله تداول بشأن بنود جدول الأعمال. تعرفوا أنه وضعنا على قمة أولويات قمة تونس القضية الفلسطينية، القضية الأم
ضروري أنه يكون دعمنا واضح وجلي للقضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استرداد حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمته القدس الشرقية. أكيد تم التداول في دعم الاقتصاد الفلسطيني في مكانة القدس التاريخية والعاصمة التاريخية للدولة الفلسطينية، موضوعات هامة جدا تعلقت خصوصا بدراسة الأوضاع في عدد من المناطق في العالم العربي وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، الأوضاع في اليمن أو الأوضاع في سوريا. بالنسبة لليبيا كما يعرف الجميع أن تونس كرئاسة قمة كانت بادرت بمبادرة تقدم بها سيادة الرئيس الباجي قايد السبسي، وأصبحت مبادرة ثلاثية بالتنسيق مع الشقيقتين مصر والجزائر، وتنعقد بصفة دورية. عقدت إلى حد الآن 6 اجتماعات، كان آخرها في القاهرة يوم 6 مارس على هامش أشغال الدورة 151 لمس الجامعة على المستوى الوزاري. قال وزير التجارة التونسي عمر الباهي لإكسترا نيوز إن اجتماع المجلس الاقتصادي العربي اتخذ قرارات لدعم القضية الفلسطينية من حيث التمكين الاقتصادي وإصدار مسودة تعاون للإعمار ودعم الدول النامية. تم أول قرار على مستوى دعم المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، يعني هذا القرار الأول، ثم قرار على مستوى إعانة البلدان النامية وخاصة البلدان الأقل نموا على مستوى التغيرات المناخية، ثم قرار على مستوى إعادة الإعمار والإسكان، ثم قرار على مستوى مسودة يعني على مستوى التكنولوجيا والعلوم، ثم قرار لدعم المسنين تقدمت به تونس وكبار السن. هذوما يعني الأهم القرارات اللي تم، ثم آخر قرار هو لمنع الأطفال من المشاركة يعني في الأعمال العسكرية والأعمال الإرهابية. أكد المتحدث باسم الجامعة العربية سفير محمود عفيفي أن الحديث عن منظومة الأمن القومي العربي يستلزم الحديث حول مجموعة متنوعة من القضايا، منها الأوضاع الأمنية في الدول العربية. وقال عفيفي في تصريحات لإكسترا نيوز أن الدول التي تواجه نزاعات مسلحة تمثل تهديدا للأمن القومي العربي. طبعا يعني الحديث حول منظومة الأمن القومي العربي ده بيستلع الحديث حول يعني مجموعة متنوعة من القضايا، يعني بشكل مباشر بنتكلم مثلا حول الأوضاع الأمنية في الدول العربية، ده بيستلزم مناقشة الوضع في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، باعتبار أن هذه النزاعات هي في حد ذاتها عنصر مهدد لاستمرار الدول في بعض الأحيان لمفهوم الدولة الوطنية. نتحدث أيضا حول تحديات أمنية على درجة عالية من أهمية، على رأسها التحدي الخاص بالإرهاب. يعني السنوات الأخيرة شهدت تصاعد موجة من الإرهاب وعمل التنظيمات المتطرفة والمتشددة في المنطقة، وهذا الموضوع يشغل أعتقد بال كافة الدول العربية. نتحدث حول موضوعات أيضا ذات صبغة أمنية زي موضوع الهجرات غير المشروعة، الإتجار في البشر، ثم نتحدث أيضا حول عناصر تمس يمكن بشكل غير مباشر ولكنها درجة عالية من أهمية هذه المنظومة زي التحديات التنموية. يعني قضايا التنمية في الدول العربية، وهو ما ثبت يعني بالدليل القاطع انه عدم مخاطبتها بشكل جيد او مناسب بما تحمله من عناصر بقى متنوعة، موضوع تشغيل الشباب، استغلال طاقتهم، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، تجديد الخطاب الديني، كلها عناصر تصب في النهاية لتحقيق الاستقرار المنشود في منظومة الأمن القومي العربي. الحقيقة كل هذه الموضوعات ليست غائبة عن النقاشات هنا في الاجتماعات التحضيرية وفي اجتماعات القمة في تونس. قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية خالد الهباس إن القمة العربية في تونس تأتي في وقت وتطورات سريعة تمر بها المنطقة العربية. وأعرب الهباس في تصريحات لإكسترا نيوز عن تطلعه بأن تخرج القمة العربية بنتائج تساهم في الدفع بالحال السياسي على صعيد عدد من القضايا الهامة في المنطقة.
أولا لعلي يشير إلى أن هذه القمة تأتي في وقت وظروف وتطورات متسارعة تمر بها المنطقة العربية، بالتالي نتطلع إلى أن تخرج بنتائج تساهم في الدفع بالحل السياسي على صعيد عدد من القضايا الهامة في المنطقة التي لا تزال تنتظر تحقيق انفراج بها. هناك نحو 20 بندا مطروح على أجندة هذه القمة تعالج أبرز المواضيع الهامة في المنطقة بما في ذلك قضية فلسطينية والأزمات القائمة في عدد من الدول العربية مثل الأزمة في سوريا، ليبيا، اليمن، مواضيع تتعلق بصيانة الأمن القومي العربي وغيرها من المواضيع. بالتالي الموقف العربي حول هذه القضايا موحد ويرتكز على المرجعيات القائمة سواء قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن. قال مندوب الأردن لدى الجامعة العربية علي العابد إنه تمت مناقشة جدول أعمال القمة العربية خلال الأعمال التحضيرية، وأضاف العابد في تصريحات لإكسترا نيوز أنه تمت مناقشة تطورات القضية الفلسطينية بالإضافة إلى القرار الأمريكي الخاص بشأن الجولان المحتل. الحقيقة أنه اليوم كان النقاش على مختلف بنود جدول الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بالتطورات الفلسطينية في موضوع القضية الفلسطينية، في موضوع الجولان السوري والقرار الأمريكي في هذا الشأن، وكذلك الأزمات التي تمر فيها منطقتنا العربية من وهي للأسف كثيرة من ليبيا وسوريا واليمن وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالعمل العربي المشترك أيضا. كما أكد مندوب الأردن لدى الجامعة العربية في تصريحات لإكسترا نيوز أن هناك حرصا للخروج بحلول سياسية لكافة القضايا المطروحة. الموضوعات كلها لها أهمية كبيرة ولها يعني حيز كبير لدى العالم العربي، سواء الموضوع الفلسطيني أو غيره والقدس بالذات، ولكن يعني كان هناك حرص من السادة المندوبين للخروج بقرارات تكون كافية وشافية للموضوعات المطروحة، وهذا يدلل على النية والإرادة الكبيرة نحو العمل العربي المشترك في مختلف القضايا وإيجاد الحلول للأزمات العربية للأسف الموجودة بكثرة في وطننا العربي. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار ضد تمويل الإرهاب، والقرار الذي صاغته فرنسا وتمت المصادقة عليه يأمر جميع الدول بضمان أن تكون قوانينها المحلية كافية لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن تمويل المنظمات الإرهابية أو الإرهابيين الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر لأي غرض. كما يطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضمان امتثال جميع التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب وتمويله للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين. أعلنت الإذاعة الرسمية الجزائرية أن المجلس الدستوري في البلاد لم يجتمع حتى الآن للبت في مصير تطبيق المادة 102 من الدستور والتي تنص حول الحالة الصحية لرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وكان رئيس الأركان الجزائري قد دعا إلى تطبيق المادة من أجل الوصول لانفراجة للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وهي المادة التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية. نفذت وحدات الجيش السوري ضربات مدفعية على أوكار وتحركات لعناصر تنظيم جبهة النصرة في بلدتي الشريعة وتل الصخر بالريف الشمالي. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن ضربات الجيش جاءت ردا على خرق المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير أوكار وأليات وكميات من الأسلحة والذخيرة. رغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية نهاية تنظيم داعش الإرهابي بعد سنوات من محاربة هذه الآفة في سوريا والعراق، فإن العديد من الخبراء لا تزال المخاوف تنتابهم من استمرار خطورته في المنطقة، لتظل استراتيجية القضاء على الإرهاب من جذوره تتلخص في الرؤية المصرية متمثلة بالتصدي الشامل له ولمموليه. كتبت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة عسكريا من التحالف الدولي
كلمة النهاية لتنظيم داعش الإرهابي بعد سنوات من ظهوره كنبت شيطاني في سوريا والعراق، مستغلا حالة الفوضى التي عمت منطقة الشرق الأوسط بعد أحداث العام 11 بعد 2000، وليخرج قادة قصد ليزفوا بشرى النصر على أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، إلا أن العديد من الخبراء شككوا في هذا الإعلان والنصر. تم القضاء على التنظيم على الأرض أو بشكل جغرافي، وإن كان هذا الأمر أيضا مشكوك فيه، ولكن التنظيم ما زال موجودا بأفكاري، نجح وما زال في تجنيد العشرات بل والمئات في العديد من العواصم العربية والأوروبية. فالتنظيم صاحب السجل الإرهابي الأشهر في التاريخ ظل سنوات يعمل في السر قبل أن يعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من على منبر مسجد النور الكبير في مدينة الموصل العراقية عام 2014 قيام دولة خلافته المزعومة في المناطق التي سيطر عليها التنظيم وبلغ ثلث العراق وسوريا، وما يعزز تخوف الخبراء من استمرار خطورة التنظيم رغم الإعلان عن القضاء عليه في آخر جيب له بسوريا. الخطر الحقيقي لداعش، هذا الخطر ربما يتمثل في مئات الخلايا والذئاب المنفردة والمتجمعة التي ربما ذهبت إلى أوروبا واعتقد أنها قادرة على تنفيذ عمليات مسلحة. كان داعش يتواجد في أرض وكان مرئي وكان يتم التعامل معه من قبل التحالف الدولي، ليس بالصورة التي نراها يعني رادعة لهذا التنظيم أو تقضي على هذا التنظيم، ولكن الآن أصبح التنظيم أشبه بالشبح الذي لا يمكن القضاء عليه. وبدون التهويل من إعلان الانتصار على التنظيم الإرهابي وبدون التهويل من قدرات داعش الإرهابية، إلا أن استراتيجية القضاء على الإرهاب من جذوره تتلخص في الرؤية المصرية التي ظلت ترفع القاهرة صوتها بها عبر كل منبر دولي متمثلا بالتصدي الشامل للإرهاب ومموليه. هو حاليا في شتات وفي تدمير لمساحتهم الأرضية، خلاص شبه اتلغت، إنما لا زالت قيادته تعيش على سطح الأرض، لا زال بعد مقاتليه، وأحنا نطالب جميع الدول بما فيهم الدول الأوروبية أن يعني يأخذوا مقاتلي داعش المأسورين في سوريا وفي العراق إلى أوطانهم لتقديمهم للمحاكمات القضائية العادلة. هذا هو المطلب الذي نتمناه من العالم كله، أن يتكاتف للقضاء على هذا التنظيم حتى لا يعود مرة أخرى. إن احنا نضغط ويبقى في استمرار في الضغط على هذا التنظيم، سواء أيديولوجيا سواء اقتصاديا سواء مصادرة أموالهم أو إلغاء الملاذ الآمن له. جاءت هزيمة التنظيم الإرهابي ودولة خلافته المزعومة بعد 5 سنوات منذ أن جيشت الولايات المتحدة العديد من الجيوش للحرب على داعش تحت مسمى التحالف الدولي، إلا أن خطره ما زال مستمرا كتنظيم يعمل تحت الأرض ويتلقى الدعم والتمويل والحماية من دول باتت معروفة بالاسم للعالم بأسره، ولا نجاة للعالم من هذا الخطر الداهم إلا بالاستماع لصوت مصر التي طالما نادت بتكاتف الجهود الدولية لوضع استراتيجيات شاملة لمجابهة الإرهاب وتجفيف منابعه. أكد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي أن التنظيم لا يزال يمثل خطرا كبيرا في سوريا والعراق، وقال التحالف الدولي في بيان له إنه من المبكر القضاء على التنظيم تماما، مشيرا إلى أن إنهاء سيطرة داعش على الأراضي التي كانت بحوزته لا تعني نهايته. وأوضح التحالف أن جميع قادة داعش المعتقلين لم يقتل أو يفر منهم أحد، مشددا على ضرورة التعامل مع داعش كمنظمة واحدة ومحاكمة عناصره جميعا. تمكنت العائلة العراقية النازحة من العودة إلى مناطقهم بعد أن وفرت لهم الأمم المتحدة منازل جديدة في مدينة رمادي. المزيد في سياق التقرير التالي. من حالة يرثى لها لحال لم يخطر على بالهم تبدلت ظروف هؤلاء النازحين العراقيين، فهذه المنازل الجديدة والمهيئة للسكن شيدت بتمويل من الأمم المتحدة في مدينة رمادي لاستضافة العائلات النازحة.
ليس عليك أن تنظر بعيدا لترى سبب الحاجة إلى هذه المنازل، ففي الجوار هناك أنقاض لبيوت دمرت خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، ومع الانتهاء من هذه المنازل الجديدة المنخفضة التكلفة فقد تتمكن العائلات النازحة من العودة إلى المنطقة. اليوم 48 مسكن تم إكماله وتوزيع على العوائل المعوزة والمحتاجة والفقيرة من مجموع 201 سكنية كانت في هذا المكان تم تدميرها من قبل الإرهاب. هذه الحقيقة مرحلة من مراحل إعادة الاستقرار في المدينة، إعادة النازحين، إعادة المهجرين إلى مساكنهم، ومن ثم تمكين أبناء مدينة الرمادي بالمجمل من العودة إلى مساكنهم والاستقرار، لأن الحقيقة لا زالت كثير من العوائل لم تستطع العودة إلى دورها بسبب هدمها بشكل كامل، فكانت هذه الحلول الثانوية اللي ممكن أنه تساعدنا بعملية إسكانهم داخل مساكن قد تكون معقولة ومقبولة أفضل من الخيام وأفضل من التهجير. هؤلاء الشباب يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على نظافة تلك المنازل التي يعتبرونها بمثابة إنقاذ لهم ولغيرهم من العائلات التي نزحت بسبب الحرب، ويقدرون بنحو 6 ملايين عراقي. من الصعب الإقرار بتاريخ محدد لانتهاء أزمة النزوح، نحن نرى الفرق الشاسع بين عامي 2016-2017 والآن، العودة أصبحت أسرع، أصبحت أكبر، نحن نرى العودة وإعادة سيرورة أو دورة الحياة، وخاصة في محافظة الأنبار مدينة الرمادي بشكل خاص ومدينة الفلوجة. ومن خلال جولات يقوم وفد أممي بالتعرف على أحوال العراقيين ومعرفة كيف ستعيش تلك العائلات، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمساعدة النازحين. ورغم تلك المنازل الصفراء الجديدة فإن عودة النازحين إلى ديارهم ليست بهذه السهولة نظرا للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص الأموال والوظائف، ناهيك عن مخاوف أمنية لا تزال تطاردهم. أكد البيان الختامي للقمة المغربية الأردنية حق الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض العاهل المغربي الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني العاهل المغربي أو الأردني جميع الخطوات الأحادية التي تتخذها إسرائيل بصفاتها محتل وتعمل على تغيير الوضع بالقدس الشرقية. كما أكد العاهل المغربي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية بالقدس، فيما شدد الملك محمد السادس على أن الدفاع عن القدس يمثل أولوية للمغرب والأردن، كما شدد الطرفان على أن الجولان أرض سورية محتلة وأن القرار الأمريكي غير شرعي. قتل 16 شخصا وأصيب 17 آخرون في انفجار سيارة ملغومة أمام فندق ومطعم بالعاصمة الصومالية مقديشو، يأتي هذا فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. في غضون ذلك بحثت القوات الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال تعزيز مشاركة المعلومات الاستخباراتية لطرد الجماعات الإرهابية من البلاد. تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير 3 قرى في مديرية عبس بمحافظة حجة، وأوضحت مصادر يمنية أن الجيش أن هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي في المديرية، وأشارت إلى أن الميليشيات نفذت عمليات تفجير في بعض مقرات حكومية يمنية داخل القرى وأملاك خاصة، وذلك بعد سيطرة الجيش على أولى قرى عبس. هدد مستشار الرئيس اليمني ياسين مكاوي بالعودة إلى الحسم العسكري في الحديدة والمحافظات اليمنية في ظل العبث الحوثي ومماطلات الأمم المتحدة وعدم جديتها في مواجهة مراوغات المتمردين. وقال مكاوي في تصريحات صحفية إن اتفاق ستوكهولم دخل غرفة الإنعاش في ظل تصعيد الميليشيات لهجماتها وإفشالها الجهود الرامية لتنفيذ الاتفاقات، إلى جانب انحياز فريق الأمم المتحدة للحوثي وتنفيذ رغباته. وحذر مكاوي من محاولات الأمم المتحدة شرعنة التمرد، وهو ما أن يكون في صالح المنطقة ولا المجتمع الدولي الذي ستصبح مصالحه في مهب الرياح، كون الحديدة وعدد من المدن اليمنية تشرف على خطوط الملاحة الدولية الرئيسية.
سيطرت مالطا على سفينة تجارية اختطفها مهاجرون قبالة السواحل الليبية، وقالت القوات المالطية إن سفينة مختطفة أعيدت إلى القبطان وأنه تتم مراقبتها ومرافقتها إلى ميناء في مالطا، حيث سيتم تسليم المهاجرين إلى الشرطة للتحقيق معهم. كانت السلطات في مالطا قد أعلنت أن مجموعة من المهاجرين اختطفت سفينة تجارية أنقذتهم في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا، وأجبروا الطاقم على تغيير وجهته إلى أوروبا. صوت النواب البريطانيون بمجلس العموم ضد البدائل المقترحة لاتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، هذا وأبلغت رئيسة الوزراء تيريزا مي نواب حزب المحافظين استعدادها للاستقالة من منصبها قبل بدء المرحلة التالية من مفاوضات الخروج. أكدت وزيرة خارجية النمسا أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ليس في مصلحة أحد، ودعت المسؤولة النمساوية إلى الخروج البريطاني المنظم وفقا للاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في خلال موعد ومغادرة جديد لا يتجاوز 22 من مايو المقبل. اعترف المتهم العراقي المنتمي لتنظيم داعش الإرهابي والذي تم اعتقاله في فيينا بأنه كان يخطط لمزيد من الهجمات الإرهابية في النمسا وألمانيا. وأوضحت صحيفة نمساوية أن المتهم وزوجته وجهت لهما تهم الشروع في القتل والإرهاب ومحاولة عرقلة خطوط القطارات، لافتة إلى أن المشتبه به جاء إلى النمسا قبل 7 سنوات. ونوهت الصحيفة بأن المتهم اعترف بانتمائه إلى التنظيمات المتطرفة. قفزت تكلفة اقتراض الليرة التركية لليلة واحدة في سوق المعاملات الخارجية بأكثر من 10 أضعاف خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى منذ اندلاع الأزمة المالية في تركيا، حيث تجاوز حد 300% خلال يوم الثلاثاء. ويحاول المستثمرون الأجانب الخروج من الاستثمارات والأصول التركية التي بحوزتهم منذ الأسبوع الماضي، حيث وجدت العديد من صناديق التحوط نفسها محاصرة في معاملات بالليرة التركية تريد التخرج منها، نظرا لأن البنوك التركية تتعرض لضغوط حكومية حتى لا تقوم بتوفير السيولة لمنع تراجع سعر صرف الليرة قبيل الانتخابات المحلية المقرر لها نهاية الشهر. اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي الولايات المتحدة بتعمد إثارة الفوضى وتفكيك الدولة في فنزويلا. ورفضت زاخاروفا الاتهامات بتدخل العسكري المزعوم في فنزويلا، مؤكدة أن موسكو لا تنتهك القوانين الدولية ولا تعمل على تغيير موازين القوى في فنزويلا خلافا للغرب. تبدأ اليوم في بكين جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أنه من المتوقع أن تستمر المباحثات حتى غدا الجمعة، مشيرا إلى أن الجانبين حققا بعض التقدم خلال محادثات هاتفية سابقة، لكن ما زال هناك الكثير من العمل لإنجازه. أفاد عدد من الأشخاص الناجين من الهجوم الإرهابي على مسجد النور في نيوزيلندا بشهادات حول باب الطوارئ، مؤكدين أنه لم ينفتح أمامهم حين كانوا يحاولون الفرار. في غضون ذلك قام المحققون النيوزيلنديون بمعاينة الباب وطلعوا على نظام إقفال إلكتروني تم تركيبه على الباب قبل أيام قليلة فقط من الهجوم. هذا وأكدت الشرطة أنها لن تعلن عما توصلت إليه لحين اكتمال التحقيقات.
وقعت روسيا وقرغيزستان 16 وثيقة تضمنت اتفاقات حكومية ومذكرات تفاهم واتفاقيات استثمارية، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات مع نظيره القرغيزي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القاعدة العسكرية في قرغيزيا تعد عاملا مهما للاستقرار والأمن في آسيا الوسطى، مضيفا أنها تساهم بشكل كبير في القدرات الدفاعية للجمهورية. قتل وأصيب ما لا يقل عن 11 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي جراء غارات جوية متفرقة استهدفت إقليم نانغرهار شرق أفغانستان. هذا ولما تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والموالية للتنظيم الإرهابي على التقارير بشأن الغارات الجوية الأخيرة حتى الآن. وصف وزير الخارجية الباكستاني شاه قريشي قرار الحكومة الأفغانية باستدعاء سفيرها في إسلام آباد بأنه قرار غير حكيم. وقال قريشي إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لم تكن لديه أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، مضيفا أن رد فعل كابول تجاه تصريحاته كان غير محسوب. كان خان قد اقترح في وقت سابق تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان للمساعدة في الخروج من حالة جمود عملية السلام الأفغانية. أعلن الجيش الهندي مقتل 3 مسلحين على يد قوات الأمن في تبادل لإطلاق نار بين الجانبين، وذلك بالشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير. فقال متحدث باسم الجيش الهندي أنه تم أيضا مصادرة عدد من الأسلحة، مشيرا إلى أن العملية الأمنية لا تزال جارية. أنهت أوكرانيا استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية في 31 من الشهر الجاري، وأشارت أحدث استطلاعات الرأي لأنه لن يتمكن أحد من المتنافسين على منصب الرئيس الاقتراب من نسبة 50% اللازمة للفوز في الجولة الأولى، ما يؤشر لاحتمالية خوض جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية. تأتي الانتخابات في أوكرانيا بعد 5 سنوات من حرب سياسية واقتصادية وعسكرية مع روسيا، ومساع لكسب تحالفات وإيجاد مخارج لجميع الأزمات التي سببتها تلك الحرب. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس لطيف معتدل نهارا غير مستقر ليلا، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وسيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة. درجات الحرارة المتوقعة غدا مشاهدينا الكرام تكون قد انتهت هذه النشرة الإخبارية. في الختام هذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يصطحب ولي عهد أبو ظبي في جولة تفقدية بمدينة العالمين الجديدة. مجلس الأمن يتبنى بالإجماع مشروع قرار ضد تمويل الإرهاب. وروسيا تتهم الولايات المتحدة بتعمد إثارة الفوضى لتفكيك فنزويلا. ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء في أمان الله.